بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الليلة الفيديو مختلف ويعني حاجة مختلفة شوية زي ما قلت لكم، اللي هو خل التفاح. كنت يعني مصرة أعمله لوحدي في البيت عشان أشوف الفرق بين الخل الطبيعي والخل الموجود في الأسواق، ويعني أحيانا هو صناعي ما طبيعي. يعني أنا لسه ما فتحته عشان أقول لكم الفرق شنو أو كده، لكن عاوز أفتحه معاكم، بس عاوز أوريكم إنه أنا عملت شنو عشان أحصل على الخل الطبيعي. ومعروف الخل الطبيعي فوائده بالنسبة للبشرة، للشعر، في جميع الوصفات وكده، يعني معروفة فوائده شنو، وأكيد الحاجة الطبيعية ما في أجمل منها وكده. يعني لو ملاحظين ده الخل بتاعي في المرحلة الأولى، أنا جبت ما يقارب 12 أو 13 تفاحة قطعتها. ممكن إذا الجو عندي كويس يعني ما في برد أو كده، ممكن تقطع أي تفاحة على 4 قطع، لكن إذا الجو عندي بارد، وأنا منطقتي هنا باردة شديد في شتا شوية، فقمت التفاح الواحدة بقطعها على 8 قطع وبخدها في إناء. الإناء ده لازم يكون محكم الإغلاق، يعني ما يدخل هواء أو كده. إضافة لكده، النقطة الثانية المهمة إنه أنا الكمية بتاعت التفاح ما لازم تصل لغاية هنا، يعني تخط التفاح يعني لغاية هنا، يعني تخلي مسافة عشان تحصل له عملية بتاعت تخليل وكده. يعني اللي هو كل ما يسخن شوية بتنزل منه. يعني انتوا براكم شايفين شكل التفاح وصل جاته مرحلة يعني يتخلل معاي للآخر. يعني التفاح اهو زي ما شايفين. المرحلة اللي بتجي اللي بعدها اللي هي بس تصفية الموية اللي هو بتطلع لنا الخل بتاعها، وبعد ذاك نشوف اللي بيحصل شنو. بس الحاجة اللي عايزة انبه ليها انه انا الكلام ده اخذ مني ما يقارب 42 يوم، يعني بياخذ زمن كتير، لكن يعني اكيد النتائج حلوة، وعشان النتائج الحلوة يعني الواحد بيصبر وكده. انا ما صورت لكم الخطوة اللي قبليها لانها هي خطوة بسيطة وعادية، اللي هو انك تجيبي تفاح وتغسلي وتقطعي فقط يعني، وتحفظي وما تفتحيه ابدا، وتخطيه في مكان يعني مغلق ما يتفتح، وحتى الغطاء بتاعه يكون ما بيتفتح، هو زي ما شايفين مغلق بشدة. حتى الغطاء ذاته زي ما شايفين شكله زي اللي تأثر بالمخلل، وهسي انا بمجرد ما فتحته جاتني ريحة فظيعة جدا جدا يعني. فكدنا صف الخل ونشوف النتائج اللي حصلنا عليها من العملية دي، ويا رب يكون ناجح عشان كلنا نعمل خل التفاح ونستفيد منه في البيت، ونشوف غير الخل بنستفيد شنو من باقي التفاح الموجود عندنا. اهو زي ما شايفين انه انا جبت المصفى بسم الله الرحمن الرحيم عشان اصفي الخل بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ما شاء الله تبارك الله، الريحة ما شاء الله يعني فظيعة جدا جدا. انا اصفي باقي الكمية وارجع لكم. زي ما شايفين اهو الخل بتاعي ما شاء الله تبارك الله، الريحة ما يعني فظيعة قوية جدا الريحة بتاعته، ما اقول لكم. وده هو العصارة بتاعت الخل بتاعت التفاح اللي طلعت بفوق. العصارة دي انا بستخدمها يعني كصوص، نفسي عملية الدبس بتاع الرمان، يعني بتضيفيه لكل الوجبات او لكل الطبخات اللي انت بتضيفي لها دبس الرمان، وجميلة جدا يعني جميل جدا. وهو يعني زي ما قلت لكم اصلا يعني طري شديد وما محتاج، لو هبشته كده يعني او لو لمسته بيدي كده هو يعني ما شاء الله. فزي ما شايفينه اهو التفاح يتخلل لدرجة يعني يتخلل لدرجة شديدة، فده فوائده كمان كثيرة.
اللي هو ممكن انا استخدمه في اي حاجة بستخدم فيها دبس دبس الرمان، وطعمه جميل جدا و يعني رهيب ما اقول لكم. يعني انا كده ده هخليه لغاية ما ينقط كل الكمية الباقية، واقوم استفيد من التفاح زي ما قلت لكم اللي حصلت له عملية تخليل. هنا بجيب برطمانية برضو قفلة يكون محكم عشان احتفظ به في التلاجة، وبصفي وبعجمه وبصفيها، بضيف لها الخل التمت تصفيته، البرطمانية دي معجمة وانا بقوم بضيف فيها الخل اللي حصلت عليه من التفاح بتاعنا ده. ده الخل بتاعنا، شايفين لونه وشكله ما شاء الله، يعني حاجة كده يعني تحفة كده ما شاء الله تبارك الله. انا حصلت على الكمية دي وزي ما شايفين ده هو خل التفاح اللي انا حصلت عليه، يعني ما شاء الله يعني خل كويس ومفيد، اقدر استخدمه في كل الوصفات وفي كل الطبخات، وصفات طبيعية تجميلية او في كل الطبخات. وبالعافية علي وعليكم، ومشكورين جدا جدا للمشاهدة والمتابعة. اتمنى لو اول مرة تشوفوا قناتي تدعموني بالشير واللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد. والناس المعاي انا يعني بحبكم كثير وبشكركم لمتابعتكم لي، وفي امان الله ورعايته.